اليوم طبعا اللقاء ده كيتجدد مع الدكتور عماد ميزاب، دكتور الصيدله والمختص في العلاج والتداوي بالاعشاب، رئيس الهيئه المغربيه للمواد الطبيعيه. صباح النور الدكتور عماد. صباح الخير والربح والتيسير اختي سناء عليك وعلى جميع الاخوات اللي كينورونا في هذا النهار، وكنتمنوا لهم بدايه يوم موفق ان شاء الله وبدايه خير ومع هذا امطار الخير الله يجيب كل الخير ان شاء الله. اللهم امين. اليوم حنايا عندنا ان شاء الله مجموعه نصائح، وبدايه غادي نبدا معاك بالوصفه اللي البارح وعدنا بها مستمعتنا، وصفه اللي هي عباره على مشروب لمحاربه الستريس او محاربه التوتر والضغط النفسي. دكتور عماد، اكيد فالوصفه ديالنا غنستعملوا فيها ثلاثه ديال المكونات بساط وموجودين، اللي غناخذوا فيهم البابونج، الحبق، ومرد الدوش. إذن البابونج اللي فيه لاكامازونين اللي هي مادة مضادة للحساسية وكذلك مادة كتعاون على الاسترخاء، والحبق اللي فيه لابازيلين، ومرد الدوش اللي فيه لامارجولين أو لامارجولين اللي هي مادة كذلك كتعاون في الاسترخاء وكتعاون باش كنرتاحوا وما كيبقاش عندنا الاضطرابات. الطريقة ديال الاستعمال بسيطة، كناخدوا معلقة صغيرة ديال أزهار البابونج يابسين، كناخدوا معلقة صغيرة ديال الحبق ومعلقة صغيرة ديال مرد الدوش، كنزيدوا عليهم كاس صغير ديال الماء المغلى حتى كيطلق، ومن بعد هذا الخليط هذا كنصفيه وكنوليو كنشربوه كل ليله وكنداوموا عليه ما كنقطعوش، وهكا في 15 اليوم 20 يوم الاولى كنوليو كنحسوا بواحد الراحه وكنحسوا بان داك التوتر ما بقاش. اذا هذا المشروب ساخن الانسان يحضره في الليل من الاحسن، اكيد في الليل باش يستفد منه اكثر وباش يستفد من هذه المكونات، يعني باش تشتغل طيله الفتره اللي غيكون هو ناعس فيها. يعني دابا هاد العشوب ثلاثة الأحشاب اللي تكلمتي عليها دكتور عماد ممكن السيدة تاخدها من المكتبة ولا من محل تجاري كبير؟ نعم. وتنقيها وتديرها في قريعة معقمين وكل ليلة تحضر بها هاد المشروب. أكيد. شكون اللي مفهوم ياخذوا هاد لانفيزيون أو هاد المشروب الساخن؟ فهاد الوصفة هادي يمكن ياخذوها جميع يعني الأعمار وما كاينش مشكل فيها، ما فيهاش مشكل، أو إلا قلنا جميع الأعمار يعني ابتداء من 6 سنين فما فوق، فهذه فيها مكونات اللي خفاف وبساط واللي ما فيهمش أعراض جانبية. واضحة الفكرة. حنا اليوم أيضا غادي إن شاء الله نقدموا لك لالا مجموعة نصائح ونصائح للعناية بنفسك بالجسم ديالك بالصحة ديالك دائما. وكيف قلت الدكتور عماد اليوم حضر لنا ماسك شامل وعناية جامعة سحرية للوجه وكذلك أخرى للشعر وأخرى للجسم. طيب دكتور عماد غادي نبدأ معك، أشمل عناية غادي تنصح السيدة للوجه ديالها؟ وكيف شفنا مع هذه الأيام هناك أسئلة كثيرة على البشرة اللي كتنشف اللي كتبدا تقشر اللي خاصها ترطيب عميق واللي أيضا فيها حساسية. نعم، فاول حاجه يعني اول وصفه غادي نبداو بها او اول ماسك اللي غنبداو به، فواحد الماسك اللي درت فيه واحد الخليط جميل جدا، واحد الخليط اللي فيه مكونات كتستعمل في محلات يعني العنايه بالبشره وكتستعمل في مواد باهظه، غير هي لانه ولات واحد التقنيه جديده هو الاستخدام ديال الاحماض الامينيه دونك لي زاسيد اميني الطبيعيين في العلاج ديال البشره، وكذلك التركيز ديال الفيتامين ا والفيتامين سي اللي ولا واحد 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 لا توندونس يعني واحد 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 الماده واحد الصيحه اللي ولات كتستعمل بزاف، فحنا كيمكننا نلقاوهم في المطبخ ديالنا. اذا لاميثيونين فين غادي نلقاوها؟ اللي هي كتعتبر من واحد الاحماض الامينيه المهمه للبشره، كنلقاوها في المكور اللي الثقافه الروسيه كتدخلها كثير 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 في الماسكات ديال التجميل، وكتدخلها كذلك للعنايه بالبشره، وكنشوفوا كيفاش البشره ديالهم كتبقى محافظه على ديك النضاره ديالها، لان المكور غني بهاد ماده الميثيونين اللي هو عباره على حمض اميني. الماده الثانيه وما بقى والو اليوم الجمعه اللي هي البطاطا الحلوه اللي كتدخل دابا في الاطباق ديال يعني ديالنا حنا في هذه الفتره هذه، وخاصه زائد انها كتساعد على رفع درجه حراره الجسم وعلى تقويه المناعه، فهي البطاطا الحلوه فيها واحد التركيز جميل جدا ديال الفيتامين ا والفيتامين سي، هذا المركب ديال الخليط فيتامين ا فيتامين سي اللي كيعالج او كيرمم البشره من الاعماق وكيرد لها النضاره ديالها، زائد البوتاسيوم اللي هو كيتعتبر من المواد المهمه للاشعاع باش كتعطينا ديك النضاره وداك ليكلا للبشره ديالنا. اذا الطريقه اللي غنستعملوا بها هاد الوصفه بسيطه جدا، كناخذوا المكور، اذا كنحكوه، كناخذوا منه معلقه كبيره، وكنحكوا بطاطا حلوه
وكناخذوا منها جوج معالق كبار. اذا جوج معالق كبار من البطاطا حلوه محكوكه ومعلقه كبيره ديال المكور محكوك، كنخلطوه مع ثلاثه ديال المعالق كبار ديال الياغورت الطبيعي. خلطوا هذه المكونات مزيان، كديرهم كماسك على البشره ديالكم والرقبه ديالكم، كتخليهم نص ساعه من بعد كتغسلوهم. العمليه كنديروها مره في الاسبوع فقط، وكنداوموا عليها دائما ما كنقطعوهاش، حتى كنحسوا بالبشره ديالنا رجعت للحاله الطبيعيه ديالها وزادت في النضاره ديالها، ولات يعني كتعطي داك اللون وديك داك الشكل اللي بغينا نشوفوها فيه. نعاودوا معاك دكتور عماد، هذه الوصفه اللي هي عنايه شامله بالبشره ديال الوجه لمن كتصلح بالضبط؟ نعم، فكتصلح لجميع انواع البشرات، وخاصه ان حتى البشره الحساسه يمكن لها تستعمل هذه الوصفه هذه فهي امنه. غير هو الياغورت الطبيعي ناخذوه ياغورت طبيعي وما يكونش منتهي الصلاحيه، وان شاء الله الوصفه غادي تكون مزيانه. مكونات اللي لاول مره كيقدمهم لنا دكتور عماد في هذه الوصفه، اللي استعملنا فيها البطاطا الحلوه، اللي استعملنا فيها المكور، استعملنا فيها الياغورت، غادي نشوفوا الان الاقتراح والوصفه الثالثه اللي هي وصفه للعنايه بالشعر، واسئله كثيره حول الشعر وبالخصوص الشعر المتضرر يطيح بلا حساب. دكتور عماد اشنو الحل وشنو الملائمه؟ اكيد فغادي نمشيو دائما في الفوائد ديال الخضار اللي عندنا في المطبخ ديالنا، وخاصه الخضار اللي كيكون عندها تاثير مباشر على فروه الراس. اذا كتحافظ لينا على داك يعني داك التركيز ديال الاملاح المعدنيه، اللي كتحافظ لينا كذلك على الفيتامينات في فروه الراس، اللي كتحافظ على المرونه ديال الخلايا ديالها، واللي كترفع لينا المناعه ديال فروه الراس. فهنا غادي نستعمل جوج مواد. إذن غادي نستعملوا ماده الدنجال اللي كنستعملوها دائما في الوصفات، خاصه لمحاربه او لتوقيف الشيب، لان في واحد الماده مهمه سميتها لافيسيتين، وهاد لافيسيتين ماده معالجه كذلك لفروه الراس. وغادي نخدموا البسباس اللي كاين تبارك الله موجود كثير، فالبسباس اللي فيه حتى هو واحد المركز كبير ديال ماده لانيتول. هاد ماده لانيتول اللي هي عباره على مضاد للطفيليات، و كتقوي لنا الجذر ديال الشعر. اذا الشعر بحال كتغديه، والجذر ديال الشعر كيزيد يقصح وكيزيد يكون متماسك باش الشعره ما كطيحش وكتولي الزغبه طويله ويعني وشاده راسها. الطريقه ديال الاستعمال ديال هاد جوج ديال المكونات، فغادي ناخذ واحد الدنجاله اللي كتكون متوسطه، كنحكوها في الحكاكه وكنحكو نص بسباسه متوسطه. اذا دنجالة. هنا الخضرة بجوج، لا البدنجال ولا البسباس، خضر اكيد كناخذهم خضر، وكنحكوهم باش كيبقى فيهم داك الماء ديالهم، كيبقاو فيهم دوك الالياف ديالهم باقيين جداد، وخاصه بغيتهم تستعملوهم في هذه الفتره، لان تبارك الله هذه الفتره الارض روات، وهذا الماء يعني هذه المواد كلها غتستافد من هذا الماء. اذا قلنا البسباس متوسط كنقسموه على جوج وكنحكوه، واخا يبقاو فيه دوك العويدات الطوال ديالو حتى هما راه مزيانين. والدنجال كناخذوا الدنجاله اللي كتكون متوسطه كنحكوها. هاد جوج ديال المكونات كنزيدوا عليهم كاس صغير ديال زيت الزيتون، كنحطوهم فوق العافيه، يعني حتى كيبدا يغلى، حتى كتطلع الغليه الاولانيه كنطفيو عليهم، وكما العاده كنخليهم ليله كامله باش كنحاولوا ان هاد المواد نستافدوا منهم اكثر، او داك التركيز ديال المواد اللي عندنا في هاد المكونات تركز في هاد المحلول هذا. اذا كنخليهم ليله كامله. دكتور عماد انا غنعطيك بعض الاسئله اللي غادي نرجعوا نسولوا عليها. مرحبا. بسمه الحياه كتبنا على وصفه لاحمرار الوجه، غادي اكيد وصفه ملائمه. صدمه كتبنا على وصفه لتبييض الوجه. نعم. صباح النور للسبع الاسماء بالامل او اخت امل، كتسول على وصفه لدهون البطن. ايضا كنسلم عليك ليلى فردوس، مرحبا بك، بغات تعرف شنو كيطرى في هذه الوصفه ديال تبييض الاسنان اللي فيها زبد البحر. اذا كتسول على وصفه لتبييض الاسنان. كيك عندنا اخت اللي كتسولنا تجاعيد الوجه والبشره عندها رقيقه وجافه. تحية لك إيمان، تحية للزهرة، تحية أيضا لزينب زنوبة، لسلمى، لفاطمة الزهرة السباعي، اللي كتقول أنه بغات شي وصفة اللي تحبت لها الشهية، أو بالعكس اسمح لي ما بقاتش كتاكل اللي تفتح لها الشهية. أهلا بك حنان. ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. أختي أنا فرحانة 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 ما تلقيت. أهلا لا مرحبا. أختي شحال هادي وأنا تنصنت لكم وتنحاول نشدكم والو والو والو. وتنشكر خويا الدكتور على الزيت تاع الخرقوم درت على الوجه زوينه وتنجاني تنشاري وزيت سفلته هي زوينه الله يعطيه الصحة الله يخليه صحة حسن إن شاء الله. يطول يد ربي العمر وليدات والناس كاملين. لا فرحانة 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 تبت القياس. مرحبا. دابا هذه شهادة في حق الدكتور عيمة وصفاتك مجربين وتعطي نتيجة رائعة. شهادة جديدة اللي كنحسيها الصباح من عندك حنان بصحتك وراحتك وتحلى فرحانة. فرحانة اليوم بدني نسول خويا الدكتور. مرحبا. بدني نقول لها تيقول لنا على بزاف داك الطوموندات ديال الشمس حيت ملي تمشي للفرماسيان عرفتي كل واحد على قد قياسه حيت ملي تمشي للفرماسيان تلقاها ب 40000 ريال ومي تمشي لدوك النتاجر الاخرين تلقى تاع 260 300 هادشي اللي تلقاو تلقاها فيهم اشكال وانواع. واش نقدر ندير حيت كتبان ليا في فيها 50 تشوف الورقه تلقى فيها 50. نعم نعم شوف واش يمكن نستافد من هذوك الطوموندات حيت انا وجهي تنخاف ندير شي حاجه لوجهي ما نحلفش عليك تندير غير زيت هذا زيت الزحلو وهي تنديرها بالليل ولا زيت الخرقوم اللي كنصيفط في الدار اللي قلت لقيته في اليوتيوب وصيفطها طرحت الله عطاتني الفائده وحيدات لي السيكريتيس من وجهي ومن تنسمع بزاف تتقول على الايكرو ايكرو داكشي تاع الشمس تنشوفو من تمشي للفرماسيان تلقاهم غاليين وتلقاهم من تمشيو بلاصه الحوانتر اخرى تلقاهم 260 500 نعم كل حاجه كتلقاوها حنا بثمنها. فشوف انا غادي نوضح لك المهم نعم دكتور جمال اكيد اكيد كنمسكو دائما باستعمال هاد الكريمه الدار اي ليكرون توتال او بوم ديال الشمس. وفعلا هناك فرق شاسع ما بين هذه المنتوجات اللي غنلقاوها مثلا في محلات ديال العطور وما بين الصيدليه او الباغا فارماسي. اشنو تقول الحنان كيفاش تختار المنتوج اللي غادي تستعملها وما يعني ما يضرش البشره الوجه ديالها؟ نعم فاول حاجه بعد الاختلاف ديال الاثمان هو ناتج على المواد اللي كيتصايبوا بها هاد البومادات ديال الشمس او هاد لي زيكرون. لان اي اكرون شنو هو الدور ديالو؟ كيكون ان فيلتر يعني كيكون واحد الواقي بينك وبين الشمس او بين اشعه الشمس الضاره اللي كتاثر لينا على البشره ديالنا. اذا كنصايبو كيتصايب هاد 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 الحاجز هذا اللي كيكون اللي هاد الماده هذه اللي كتعطينا هاد الحاجز ولكن يضاف اليها مواد اخرى ما يسمى بليزيكسيبيون. هاد المواد اللي كتضاف ليها هي مواد هنا فين كيكون المشكل ديال او كيكون هنا ماشي المشكل او علاش الثمن كيختلف. فهاد المكونات كل ما زادت الحفاظ ديالها على البشره كل ما زادت انها ما كتاثرش ما كتعطيناش حساسيات ما كتكون مراقبه كتكون معقمه وهي غدا والثمن كيزيد. فراه حتى في الصيدليه كاينين اثمان اللي رخاص غير هو بحال هاد الثمن هذا اللي هو رخيص بزاف. فهنا اختي يكون على يقين هنا ما غاديش يكون داكشي يعني امين. علاش؟ لان حنا كنعرفوا الاثمان ديال المواد الاوليه. فالثمنات اللي كتمشي في الصيدليه كاينين دي زيكرون اللي كيبداو من 50 55 درهم 60 درهم 70 درهم. فهذوك يمكن لك تستعمليهم وهما غادي يكونوا امينين. وليكرون كنا نديرو شويه منه حيت حتى الا خدينا ليكرون اللي كيكون امين راه كناخذو غير شويه منه كندهنو على البشره ديالنا فهو كافي باش كيعطينا واحد الوقايه. واخا غادي نبغيو نجددوه واحد الساعتين راه كناخذو شويه منه يعني ما كنكثروش. اما الا بغيتو تاخذو ليكرون كناخذوه من بلاصه امنه سواء الصيدليه سواء شبه الصيدليه الباغا ولا محلات اللي مرخصه اللي معروفه اللي كتباع هذه المنتوجات هذه ديال التجميل. ماشي مشكل ناخذوهم منهم لان هذوك المحلات اكيد حتى هما كيلتزموا بهذه الشروط وحتى هما كيخافوا على راسهم. علاش؟ لان كيكونوا حتى هما عندهم سمعه وعندهم الطريقه باش كيشتغلوا. اما باش ناخذوه بطريقه عشوائيه فهذا ما هذا غادي نضروا بالصحه ديالنا. كاين اليوم قائمه ديال الماركات ديال المنتوجات ديال التجميل ديال الميك اب او الماكياج العنايه بالبشره كذلك اللي متوفره في المحلات التجاريه الكبرى. نعم. في السوبر مارشي في الهيبر مارشي واللي كتكون حتى هي واحد الضمانه فيها لانه كتكون ماركات معروفه واللي هي كتميز على واحد الاثمنه اللي كتكون في المتناول. فمن الاحسن ننصحوك طبعا حنان توجهي لهذه الماركات هذو غادي يكون فيها يعني افضل احسن
والثقه تكون اكبر. دكتور عماد، هنا حاجه اخرى ايضا اللي ممكن نشيروا لها انه نعم. في هذه الماركات الثمن كيكون مرتفع لانه كيكون فيها دي تيست كلينيك، يعني كنلقاو تيست كلينيك مو او تيست ابروفي باغ لي ديرماتولوج، يعني انه كتكون واحد المنتوجات اللي مؤشر عليها الخبراء ديال الجلد والاطباء المتخصصين. هذه ايضا ديال الامور اللي كتكون مهمه. وكاين هذاك المثل المغربي كيقول لك عند رخصو كتخلي عند الحكيمه. صباح النور حكيمه. صباح الخير اخت سناء. صباح الخير دكتور عماد. صباح النور اختي حكيمه، مرحبا. الحمد لله بلي شد لي الخط هذا النهار هذا. مرحبا مرحبا مرحبا. دكتوره عندي لك واحد هذه الاسئله، عافاك الله يجازيك بخير. بالنسبه للسؤال الاول، انا البشره ديالي سمارت، يعني كنت يعني تقريبا فاش كنت عندي 15 سنه ولا 18 سنه بحال هكا، فهاد الوقيته كنت كنستعمل الحلبه والبيض. اييه فجأة يعني من بعد عاوتاني يعني ولات كتسمر ليا البشرة ديالي، يعني البشرة ديالي ما بقاش رجع ليها اللون ديالها، واخا كندير وصفات وهذه يعني ما رجعش ليا البشرة ديالي اللون ديالها. يعني عندي اختلاف كبير ما بين الجسم ديالي والبشرة ديالي. وما عرفتش شنو السبب، واش يعني غتكون ديك الحلبة والبيض ولا اشنو؟ حيت كنتسنت الحصص ديالو كذا وكنسمع كنقول بلي الحلبة والبيض تقدر تكون يعني من النتائج ديالها يعني ديك السمورية بحال هكا. نعم واضحة واضحة الفكرة حكيمة. واخا السؤال الثاني، عندي مشكل عاوتاني بالنسبة للشعر ديالي، انه تغير هي توا فجأة، يعني كان رطب شعري كان رطب وواحد شوية ولا يعني نشف، وفي التحت ديالو لي بون ديالو وليت كنلقى جوج طريوفة يعني كيتقسم الفخش. نعم كيتقسم. نعم استعملتي شي مادة كيميائية ولا شي نوع ديال شي صباغة ولا ترطيبة؟ البشرة اللي فيها سمورية، سمورية اللي كتكون من واش الحلبة دكتور عماد والبيض، كيديروا سمورية في البشرة وكيغلقوا اللون ديالها. فأكيد أن هضرنا على هذه الوصفة هذه اللي هي كتأثر على البشرة، كتحيد البشرة اللي كتعطينا الوقاية، ولكن الخطورة ديالها هو أن هذيك التريغوني اللي عندنا في الحلبة يعني كتخلي التركيز ديال الميلانين أكثر، وكتولي صعوبه اننا نتخلصوا من هاد الميلانين هادي في البشره ديالنا، واخا نديروا الوصفات واخا بزاف ديال الامور. وهذا الشيء اللي بين الاخت ديالنا انها ما بقاش الوجه ديالها ولا غادي لهذاك اللون الداكن. فهنا شنو كنصح الاخت ديالنا وجميع الاخوات اللي استعملوا بعض الوصفات الطبيعيه ومن بعد وقع عندهم هذا الاصمرار او هذا اللون ديال البشره ديالهم ولا داكن؟ فهنا خصنا واحد الماساج ديال الزيوت، لان الزيت خصها تدخل في الاعماق وخصها تفرق لينا ديك الميلانين اللي كتكون تحت البشره ديالنا، او باش كنحاولوا نحيوها كنخليوها يعني تخفاف واحد شويه باش يمكن لها تفرق في البشره ديالنا. فهنا شنو غنستعملوا؟ غادي ناخذوا جوج معالق كبار ديال زيت اللوز الحلو وثلاثه المعالق كبار ديال زيت السلميه. جوج معالق كبار زيت اللوز الحلو وثلاثه المعالق كبار زيت السلميه، نخلطوهم وكنديروا بهم مساج على البشره ديالنا، واحد المساج د 10 دقائق وكنباتوا بها يوميا. ونزيد نذكر هذه وصفه للبقع الداكنه وللبشره اللي كتسمار من بعد استعمال مواد كيميائيه او من بعد ما كنستعملوا شي وصفه اللي ما كتكونش عندها يعني كتاثر لينا على البشره ديالنا. وبإنصاف كتطلب منا وصفه البقع الداكنه في الوجه، يعني هذا بهاد جوج زيوت غيصلح لها ولكل السيدات. نعم نعم، فهي وصفه زيت اللوز الحلو وزيت السلميه بقدر نفس القدر غنخلطهم. نعم هنا اختي سناء غندير جوج معالق كبار ديال زيت اللوز الحلو وثلاثه معالق كبار ديال زيت السلميه، لان هذه هي المقدار اللي نستعملوا. ويولي هو واحد الماسك او واحد العنايه بالوجه كل ليله. المسيده طبعا تمشي للنوم. طيب سؤال على الشعر كان عند حكيمه. نعم فالشعر غادي ناخذوا اذا نديروا واحد الوصفه اللي تقوي لنا الشعر. فهنا كنلاحظوا ان الاخت حكيمه وخاصه بزاف ديال الاخوات عندهم هذا المشكل ديال في الراس ديال الشعر ديالهم، كتلقى الشعره كتفرق. اذا شنو معنى الشعره كتفرق؟ ان الشعره ديالنا ما واكلاش يعني ما شارباش هذاك المكونات اللي مغذيه، وهنا ما كتبقاش شاده ديك القوه ديالها، ما كتبقاش صامده كما كنقولوا. فلما كتمشي للخر ديال الشعر والشعر كيخفاف والشعر كيتقرض. فهنا غادي ننصح باش نستعملوا واحد الماده جميله جدا اللي هي العرعر لو جونيفغيي، دونك معلقه كبيره ديال العرعر ومعلقه كبيره ديال اوراق سيدنا موسى مطحونين. معلقه كبيره ديال العرعر ومعلقه كبيره ديال اوراق سيدنا موسى مطحونين.
كنديروهم مع كاس صغير ديال زيت الزيتون، كنحطوهم فوق العافيه حتى كتطلع الغليه الاولانيه. من بعد كنخليهم ليله كامله بحال المكونات اللي كنستعملوا فوق العافيه، ومن بعد كنصفيو هذا الخليط. هذا الخليط كندهنوا به الجلده ديال شعرنا، وشعرنا كنخليهم مده ديال ساعه وكنغسلوه. العمليه بحال ديما جوج المرات في الاسبوع ومده ديال 3 اشهر، لان 3 شهور هي الوقت اللي الشعر ديالنا كيكتمل في النمو ديالو، وان شاء الله في الشهر الاول كتولي كتبان النتيجه وهذا المشكل ديال اللي فوقش ما كيبقاش. يعني هذا ماسك بزيت الزيتون فيها العرعار وورق سيدنا موسى. نعم. اللي كيستعمل مره في الاسبوع لمده ساعه، ماشي سيغوم، هذا ماشي الاستيلاد ديال هذا كديروا عنايه قبل ما تغسل الشعر ديالها، وجربوه وردوا علينا الاخبار. هذه وصفه اللي كتفكرني في الوصفه الشهيره ديالك دكتور عماد ديال زيت العود والفلفله الخضراء ضد التساقط، وهذه ايضا ان شاء الله متاكده انها غتكون وصفه رائعه. غادي ناخذوا معنا على الخط نجاة من ليبيا. يا اختي ما طلقتيني حتى غادي يكمل عليا الرصيد بالله الله يرحم والديك. مرحبا 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 بك والله الله يرضى عليك ليا كم وانا نطلب. طبعا انا كنبغي نحيي كل المستمعات اللي كيتابعونا كذلك بدول شمال افريقيا وبالدول المغاربيه، تحيه لكم كل من الجزائر، تونس، ليبيا، من مصر، مرحبا بكم كاملين يعني في كل هذه البلدان الشقيقه. كثير من الناس اللي كيتابعوا البرنامج. غادي ناخذوا اميره من مراكش، واتمنى نجاة انها ترجع معنا على الخط باش نقدروا ان شاء الله نجاوبوها. تحيه لناس مراكش مره اخرى. اميره السلام عليكم. الحمد لله الله يبارك فيك. لا باس عليك، معك اميره من مراكش. استاذ اميره اللي كنت معك. اي مرحبا مرحبا بك. سنة سعيدة اميره. يا اميره هل انت معي؟ اميره الظاهر انه عندها مشكل. دكتور عماد. نعم دكتور عماد. نعم معك الخط اختي سلام. مرحبا. طيب غادي نرجعوا نبداو باول سؤال ديال الاخت ديالنا نسمه الحياه اللي عندها مشكل ديال احمرار الوجه، وهذا مشكل اللي عند العديد من الاخوات كذلك. فاحمرار الوجه دليل ديالو هو يا اما حساسيه اللي كتكون جراء بعض استعملنا بعض المكونات او كلينا شي حاجه في يعني في الداخل ديال الدس ديالنا، ولا في بعض الحالات احمرار الوجه اللي كيكون دائم، فهنا كنردوا البال بين قوسين تقدر تكون عندنا مشكل ديال يعني الورديه او لاغوزاسي. فهنا هاد جوج ديال الاشياء الا طولوا فضروري خصنا نشوفوا طبيب ديال الجلد. للمساعده غادي نستعملوا زيت البابونج. فزيت البابونج هي زيت جميله جدا للمشاكل ديال الحساسيه وحمرار الوجه، وكتصلح لجميع الانواع ديال البشره ولو تكون البشره جد حساسه. هذا من جهه. الاخت فاطمه كذلك اللي كتسولنا على وصفه لتبييض الوجه، فوصفه لتبييض الوجه انا كنقترح عليها انها تستعمل الوصفه اللي عطينا في الاول ديال الحلقه اللي فيها المكور اللي فيها البطاطا حلوه واللي غوص طبيعي، فهي غادي تصلح لها وغتكون وصفه جميله جدا. الاخت ديالنا كذلك نهال اللي سولتنا على دهون البطن، فدهون البطن نستعملوا وصفه للدهن، نستعملوا وصفه للدهن غناخذوا فيها قشره ديال البرتقاله، 3 ديال الوريقات ديال اللويزا، ونص كاس صغير ديال زيت الزيتون. هذا الخليط هذا كنحطوه في حمام مريم مده ديال نص ساعه، كنخليوه 6 ساعات حتى كيطلق، ومن بعد كنوليو كندهنوا به كمساج كل ليله وما كنقطعوش، وان شاء الله غادي يعطينا نتيجه في الشهر الاول كتولي كتبان عندنا النتيجه اكيد مع التغذيه المتوازنه مع الحركه ومع شرب الماء، فهذه الامور كلها مهمه. تبييض الاسنان. نعم هذه وصفه لحرق الدهون ديال البطن، هذه للتدليك الموضعي. نعم. واش هناك ايضا ماده اللي ممكن السيدات يشربوها اللي كتساعد على التخلص من البطن المرتخي او ذاك الدهون اللي كثيره في البطن دكتور عماد؟ فنعم موجوده وصفه اللي غناخذوا فيها النافع، نديروا معلقه صغيره ديال النافع وكنزيدوا عليها وريقه ديال سيدنا موسى ومعلقه صغيره ديال الكمون. لاكومين ماده مهمه عفوا لحرق الدهون وجميله جدا وكتعطي فائده كبيره. اذا معلقه صغيره من النافع ومعلقه صغيره من الكمون وريقه ديال سيدنا موسى، كنزيدوا عليهم كاس صغير ديال الماء المغلى حتى كيطلق، وهذا الخليط هذا كنوليو كنشربوه في الصباح على الريق وكنداوموا عليه يوميا، فهو كيعاوننا في التخلص من الدهون الزائده. معنا نجاة على الخط من مدينه الدار البيضاء. اهلا بك.
السلام عليكم. كدا اختي لاباس عليك؟ حالكم السلام ورحمه الله. كدا خويا عماد لاباس عليك؟ مرحبا اختي نجاة الله يبارك فيك. مرحبا. شنو السؤال ديالك اختي؟ بغيت اخويا نسولك عندي واحد البنيته يديها كي في وقت الباس بحال اللي عندها المفاصل ديال يديها كيزاقوا ليها وكيسقط حب فيهم. اييه كيزراقوا. واش ديك الزروقيه منين كتبركي عليها كتبقى اليد ديالك مطراسيه ولا ولا ما كتبقاش؟ وكيتنفخوا. واش كيتنفخوا؟ اه كيتنفخوا. كيتنفخوا ليها. شفتي الطبيب على هذا المشكل هذا؟ شفت الطبيب ولكن قال لي عام على البنت وليت دير ليغات وهذه ودير شي سميت. نعم فهنا نعم فهاد لي زونجلو او هاد المشكل هذا الصحي هو نتيجه الحساسيه ديال البرد. وملي كيكون البرد بحال الدوره الدمويه ما كتبقاش كدور بطريقه طبيعيه وهي اللي كتعطينا هذا الانتفاخ على مستوى الايدي. فانا غادي ننصحك اختي البنيته غادي ديري لها جوج مع الكبار هذه وصفه للبنيته ديالك والجميع الاخوات والاطفال اللي عندهم هذا المشكل ان في البرد كيزرقوا لهم اليدين وكيتنفخوا. فهذه وصفه غادي تساعدهم باش الدوره الدمويه تولي تدور بطريقه طبيعيه في هذه المنطقه هذه وما يبقاش هذا المشكل. اذا جوج مع الكبار ديال زيت الزعتر وجوج مع الكبار ديال زيت اللوز الحلو. اذا جوج مع الكبار ديال زيت الزعتر وجوج مع الكبار ديال زيت اللوز الحلو كنخلطوهم وكنديروهم مساج اليد ديالنا قبل ما نخرجوا يوميا ما كنقطعوهاش وكنديروها حتى في الليل اذا اقتضى الامر ماشي مشكل. هذه قلنا الزروقيه ديال اليدين اللي كتكون من البرد والانتفاخ. وهذه حتى الناس دابا اللي كيكونوا كيشتغلوا بيديهم الناس اللي كيكونوا كيديروا يعني الاعمال ديال 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 التنظيف او الناس اللي كتكون كتشتغل باليد ديالها على برا في البرد فهاد هذه وصفه غتصلح لهم. الناس اللي كيسوقوا يعني الشيافريه اللي كيشدوا الطرقان كذلك هاد الوصفه تصلح لهم باش كتعاون الايد ديالهم باش او الايدي ديالهم باش ما يبردوش دغيا والدوره الدمويه تدور بطريقه طبيعيه. في المفاصل ياك اخويا عماد؟ نعم اختي. المفاصل ديك التنية ديال الاصابع هي فاش كيديروا ليها؟ هذه غادي تدهنيها ان شاء الله وما يبقاش عندها هذا المشكل. لان علاش؟ لان الدوره الدمويه هي اللي كدوز داك الضوء في الداس ديالنا. اذا الا كانت الدوره الدمويه ما كدورش بطريقه طبيعيه كنوليو كنحسوا بهذا الحريق، كنحسوا بالحريق في المفاصل، كنحسوا بالحريق في في في, في يعني في الجلده في العضلات، فهذا الشيء كامل كيتاثر. وان شاء الله هذه الوصفه هذه غادي تعاونها باذن الله اختي. واخا شكرا الله يحميك. مرحبا. ما يكون بس هلا في البارح عطينا وصفه شرب واحد المشروب اللي كيرفع الطاقه واللي كيرفع بالخصوص درجه الحراره ديال الجسم يعني كيدفي مع هذا البرد. وكنعرفوا على انه في ربوع المملكه هناك انخفاض كبير ديال درجه الحراره. نعم. ديال كل من كيتابعنا بمناطق الاطلس كذلك وشفنا الثلج اللي طاح. هذه الوصفه اللي غيجيبوا بها الناس تديهم وخاصه الوليدات شنو هي الوصفه اللي عطيتينا نعاودوا نذكروا بها الا جات على خاطرك دكتور عماد؟ نعم مرحبا. فالوصفه اللي عطينا لرفع الشرب او لرفع درجه الحراره في الجسم فغناخذوا ثلاثه ديال الحباس ديال القعقله، نجمه ديال الباديان، نعم، وكيس ديال الشاي الاسود. عماد ميزاب رئيس الهيئة المغربية للمواد الطبيعية. دكتور عماد كنذكر بأنك دكتور في الصيدلة والاختصاصي في العلاج بالأعشاب. أهلا بك حفيظة من الصويرة. السلام عليكم أختي سنة لاباس. وعليكم السلام ورحمة الله يا حفيظة. الحمد لله ناخذ سؤالك. عماد لاباس عليك؟ ألو حنا معاك يا حفيظة ناخذ سؤالك. كي داير الدكتور عماد؟ الحمد لله أختي. الحمد لله ملي كنسمع صوتكم راني بخير. الحمد لله. بيتي نقول لك اخويا واحد الدريه عندي ضعيفه بزاف. شحال في عمرها؟ شحال في عمر البنيته؟ عندها 13 عام. 13 عام ضعيفه بزاف واخا ما تاكل واخا داكشي رقيقه بزاف ما الحوايج كنشريهم ليها ما كيجيش قدها. واخا شفتي الطبيب؟ شفت دوزت ليها. شنو قال لك الطبيب؟ الحاله ديالها الصحيه مزيانه؟ ما بها شويه هي كيجيها واحد شويه القبض. اييه عندها مشكل ديال القبض. نعم واخا غادي نعطيك وصفه لكل جميع الوليدات الصغار اللي السن ديالهم فوق 10 سنوات ف 13 عام يمكننا نعطيو وصفه فيها العسل الحور. غادي ناخذوا جوج مع الكبار ديال الزنجلان مطحون، معلقه كبيره ديال الباديان مطحون ومغربل، ومعلقه كبيره ديال الحبق. اذا معلقه كبيره ديال الحبق، معلقه كبيره ديال الباديان مطحون ومغربل، وجوج مع الكبار ديال الزنجلان. غادي نخلطوهم بربعه ديال العسل الحر، واخا يكون ديال الليمون ماشي مشكل. اذا ربعه ديال العسل الحر اللي هي في حدود 25 درهم 30 درهم. غادي نخلطوا هاد المكونات هادو كاملين حتى يتخلطوا، وكتاخذوا معلقه صغيره
كتعطيوها للوليدات ديالكم نص ساعه بعد الفطور يوميا معلقه صغيره فقط، ما كنزيدو ما كنقصوا عليها، وان شاء الله هذه الوصفه هذه فمنها غادي تعاون الجهاز الهضمي ديالهم باش يشتغل بطريقه طبيعيه، وغتعاونهم كذلك على فتح الشهيه ويستافدوا من التغذيه اللي كياخذوها. طيب دكتور عماد، فاطمة أيضا عبر صفحة الفيسبوك تسول على فتح الشهية عند الإبنة ديالها اللي ناقص النمو ديالها، وعندي أسئلة على هذا الموضوع هذا ديال فتح الشهية. نعم. كذلك عند الناس الكبار شنو النصيحة؟ فبالنسبه للوليدات غادي ياخذوا هذه الوصفه هذه، وبالنسبه للناس الكبار غادي ياخذوا معلقه كبيره من هذا الخليط هذا اللي نذكر به، جوج معالق كبار ديال الزنجلان، معلقه كبيره ديال الباديان اللي كيكون مطحون ومغربل مزيان، ومعلقه كبيره ديال الحبق كذلك يابس اللي كنغربلوه، كنخلطوا مع رابعه ديال العسل الحر، واخا يكون ديال الليمون ماشي مشكل، كنخلطوا هذا الخليط وكياخذوا منه معلقه كبيره الكبار، والصغار كياخذوا معلقه صغيره نص ساعه بعد الفطور. واضحة الفكرة. أمل كتسولنا على وصفة لزيادة في الوزن وخاصة موضعي، وبغات زيادة في الأرداف. نعم، فزيادة في الوزن غادي ناخذوا معلقة صغيرة ديال الحبق، دائما كنرجع لهذه المادة لأنها كترفع الشهية بواحد النسبة كبيرة، إذا الحبق البلدي معلقة صغيرة، ونص معلقة صغيرة ديال الزعتر كنزيدوا عليها كاس صغير ديال لترطيب اليدين. وأم مصطفى كتسولنا على وصفة لتجاعيد اليدين. نعم، فوصفة لترطيب اليدين نصيبوا كريمة طبيعية غناخدو فيها جوج معالق كبار ديال زيت الورد، معلقة كبيرة ديال زيت الخزامة، وربعة المعالق كبار ديال زبدة الكاريتيك، نخلطوا هاد المكونات كاملين في حمام مريم تيتخلطوا ونحصلوا على خليط متجانس، نخليهم يبردوا، والكريمة اللي كنحصلوا عليها كنوليو كندهنوا بها يدينا في الصباح وفي الليل، وهكا غادي ترطب اليدين وترجع لهم النضاره، وحتى اليدين اللي كيكونوا ناشفين من الماء كيعاودوا يرجعوا للحيويه ديالهم. عندنا وفاء كتسولنا على وصفه الاحمرار الوجه، وهذا الجواب اللي عطيتيه، ولكن كتقول بلا زيوت الله يعطيكم صحتكم. فاحمرار الوجه بلا زيوت كان واحد المكون جميل جدا اللي هو التفاح، فتحاول ان تحك تفاحه، واحد الربيع ديال التفاح يتحك، وهذاك الماء ديالو يعني كنديروا القطن كندوزوه على البشره ديالنا، كندوزوه على الوجه، كندوزوه على الرقبه، كنخليوه ربع ساعة ومن بعد كنغسلو الوجه ديالنا والرقبة ديالنا وكنداومو عليه يوميا، فهو جميل جدا لأن فيه حمض التفاح، وهذا حمض التفاح مهم جدا لهذه البشرة اللي كتكون فيها حساسية. نسيم كتسولنا في نفس النطاق دكتور على الهالات السوداء، بغات وصفة اللي غادي تنقصليها من لي سيرم وطور دي زيو أو الهالات السوداء. فهنا غادي تاخذ زيت الشاي، اذا زيت الشاي بوحده تولي كدير بها مساج حول العين ديالها يوميا كل ليله وتبات به، وان شاء الله غتعطيها نتيجه، وهذه ليها ولجميع الاخوات، وباش تكون وصفه بسيطه اللي يمكن لهم يستعملوها كل نهار. ملي كنقولوا الهالات السوداء كاين سيدات اللي كيبان عندهم بحال البروقيه دايره بالعين، هادو غتصلح لهم؟ نعم، فهذا كيعطي ترميم، فليطانة اللي عندنا في زيت الشاي كتعطينا الترميم لهذه المنطقه هذه اللي كتكون خفيفه، وكترجع لنا الحيويه ديال الكولاجين في هذه المنطقه هذه، واكيد ما هذا المشكل هذا ما غيبقاش. نعم، عندنا سؤال جاوبنا على سؤال كيشبه له البارح، فتيحه كتسول على الشعره عندها رقيقه بزاف وهذا كيخبل لها شعرها، شنو الوصفه اللي غتنصح بها السيدات اللي بحال فتيحه دكتور عماد؟ فهنا غادي نديرو سيروم، ناخذوا فيه زيت لافوكا جوج معالق كبار وثلاثه معالق كبار ديال زيت الصوجه، كنخلطوهم وكنرشوا شويه في اليد ديالنا وكندهنوا به الاطراف ديال الشعر يوميا كل ليله كسيروم، وان شاء الله غادي يعطيها نتيجه. عندنا ايضا هند اللي كتستشر معنا في واحد الوصفه كديرها للشعر ديالها، كدير ليه زيت الزنجلان، زيت زريعه الكتان، ولكن مازال مقطع وما طوالش دابا هذه 4 شهور وهي كتستعمل الوصفه، لانه علما مشات عند طبيب ما عندها والو الحمد لله، وبغات شي وصفه اللي غادي تساعدها لانها كتصل ما كيشدلهاش الخط. اكيد فما لقوش محسن من الوصفه ديال الفلفله حلوه اللي هي غتعطيها نتيجه، لان الكابسيسين كتصلح لهاد المشاكل هادي ديال اللي كتكون فروه الراس، جوج فلفلات متوسطين حلوين اللي كنحكوهم وكنزيدوا عليهم كاس صغير ديال زيت الزيتون، كنحطوهم فوق العافيه حتى كتطلع الغليه الاولانيه، كنطفيو عليهم كنخليهم ليله، ومن بعد كنصفيو هذا الخليط هذا بواحد الزيف ديال الحياتي اللي كيكون نقي، كنصفيو مزيان حتى كنحصلوا على الزيت، وهذا الزيت كندهنوا به جلده شعرنا وشعرنا، كنخليوه ساعه ومن بعد كنغسلوه، العمليه كنديروها جوج مرات في الاسبوع وكنداوموا عليها مده ديال 3 اشهر.
عندي سؤال على الكزيما دكتور عماد، سؤال مهم. كثير من الناس اللي كيعانيو من الكزيما، وزكية واحدة منهم، كتقول انها كتنوض ليها الكزيما في جهة وفي رجليها كل عام، وانها كتتبع العلاج ولكن عيات بالدواء ومازال عندها نفس المشكل. وصفة المساعدة، فوصفة المساعدة غناخذو جوج معالق كبار ديال زيت فليو، جوج معالق كبار ديال زيت اليزير، نعم، وربعة المعالق كبار ديال زبدة الكركم. رجاء من سلا، اهلا بك. شكرا بزاف ولا لا يخطيك. مرحبا. مرحبا، سنة سعيدة والله يدخل عليكم الصحة والسعادة، وكنشكروا الدكتور عماد بزاف اللي كيفيدنا وكنستافدوا منه. هذا واجب اختي. مرحبا، شنو السؤال ديالك؟ تفضلي. انا عندي مرات خويا دوزات عند الطبيبة وقالت لها عندك كيس فيه 5 سنتي. اييه، ومشات دخلت اليوتيوب ودارت سمعت داك العشبة ديال الدغموس وبدات كتاكلها. انا كنت سايت اللي سمعتك قلت ان هذيك العشبه سامه وكتضرب الكبده وعندها اضرار. اوكي، كي سمعتها وقالتها لي قلت لها نصحتها انها ما تبقاش تشربها. وكانت سايت لها شربتها تقريبا شي 4 ايام ولا 5 ايام، كديرها مع كاس العصير الصباح للخوه. نعم ايوا. ودابا حاليا فاش قطعتها ولا كيهبط منها واحد الدم وعندها الوجع في الكرش. نعم، وشفت الطبيب؟ مشات عند الطبيبه شفت هذه المشكله هذا ديال الدم؟ مناش مازال ما مشاتش، انا دابا عاد هضرت معاها وقلت لها واش سيري للطبيبه. ضروري خصها تمشي عند الطبيب بعدا تشوف هذا المشكل، لان احنا باقيين كنهضروا فيه ان هنا يقدر يكون دار لها اضطرابات على المستوى ديال هاد الفيبروم اللي عندها او هاد الكيست اللي عندها في 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 في, في الرحم ديالها. ودائما كنقول راه حتى هي طريقه من الطرق اللي هضرنا عليها خطيره جدا، هو كنخلطوا الدغموس مع عصير البرتقال، فعصير البرتقال كيرفع لينا من درجه السم ديال الدغموس حتى العشرة ديال المرات. والدغموس لا غيستولوش اللي فيه واحد الجليكوزيدات، قلنا مواد سامه وكتبقى في الذات وما كتخلصش منها الذات، ومع الوقت كيمكن تطور في سرطان لا قدر الله. فممنوع الله يجازيكم بخير استعمال الدغموس، ونسطروا عليه 10 ديال السطور حمر لاي حاجه في الدس ديالنا. ما كناكلوش الدغموس، العسل ديال الدغموس ايه واخا، ولكن الدغموس كنبات نحاولوا نتجنبوه الله يجازيكم بخير باش نتفاداو صحتنا من اديواش، لانها كتشكل خطوره. واضحه الفكره. نعم. اذا هنايا خصها تمشي عند الطبيب ديالها وتشوف شنو الحاله ديالها. دابا اختي سناء، دابا باقي الوقت تخرج دابا تمشي. تنتي وصلي بلغي الرسالة إن شاء الله، وما يكون بس عند السيدة والله يكمل عليها بالخير، لأنها أكيد عندها رغبة في الحمل الله يسهل عليها. عندي ثلاثة الأسئلة باختصار. مرحبا أختي سناء. الحصة ديالنا اليوم أسئلة من صفحة رسمية الفيسبوك. ريهام كتقول ما كطيب بالملحة الحية، واش ما فيها حتى شي ضرر؟ أكيد، فأنا كنصحها وكنصح جميع الأخوات يطيبوا بالملحة الحية، لأن فيها فائدة كبيرة وكتصلح يعني للصحة، غير ما نكثروش منها أكيد في حدود المعقول كما كنقولوا. عندنا ريهام جاوبنا عليها ان خديجه كتقول شي حل الجلد اللي بحال الدجاجه، يعني لا شيغ دو بول داك مع البرد دابا خاصه. شنو هو الحل؟ زبده الكاريتي فقط كناخذوها وكندهنوا بها، فهي جميله جدا، فيها الاحماض الدهنيه الغير مشبعه وكتصلح لهذا الامر هذا، وكترطب هي كمساعده، لان حتى هذا كيتعتبر من الامراض المزمنه. عندنا ملكه كتقول وصفه للجيوب الانفيه. وصفة الجيوب الأنفية أكيد إذا كان فيهم التهاب كان فيهم ميكروبات ضروري ما خصنا نشوفوا الطبيب وناخذوا الأدوية ديالنا. النبات اللي كيساعد اللي كيساعد على هذا المشكل، ماشي كنشربوه كما قلت لأنه خطير، ولكن كيمكننا نديروه كقطرات على الأنف، اللي هو المريوت. إذا كناخذوا ورقة ديال المريوت خضراء كنطبخوها في الماء، من بعد كنهزوا هذه الورقة هذه بداك الماء ديالها، كنقطروا جوج قطيرات في كل بلاصة في الأنف ديالنا.